للمتابعة ينضم إلينا من أكياف مراسلنا عامر العروقي. مرحبا بك عامر. يعني تطور قد يكون خطيرا، تتبادل موسكو وكياف الاتهامات بالتخطيط لهجوم على محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو. تفاصيل أكثر حول هذه المزاعم، ما هي المعلومات التي توفرت لديك حول هذه الأنباء بالإضافة إلى آخر التطورات الميدانية، لا سيما في ظل ما يتم الحديث عنه عن مكييفكا؟ نعم بالفعل ميشا، مستوى التوتر والقلق مرتفع جدا هنا في الأوساط الأوكرانية، خاصة بعدما تم تداول بعض الأخبار عن تفجير محطة الطاقة النووية، وتحديدا أيضا بعدما تم تداول بأن الجيش الروسي ربما يقدم على استفزاز في هذه المحطة، وهنالك على ما يبدو حرب أخرى يتم تداولها في الفضاء الإعلامي الأوكراني عن وجود أجسام مشبوهة فوق المفاعل الثاني وفوق المفاعل الرابع داخل محطة زابوريجيا. ربما يقدم الجانب الروسي على حسب ما يقول الجانب الأوكراني على تفجير هذه المحطة، وأيضا مما دعا أيضا الدفاع الأوكراني إلى إصدار بيان تحث به المواطنين على توخي الحذر من جراء حدوث مثل هذه الانفجارات. وأيضا أصدرت وزارة الصحة الأوكرانية تعليمات للمواطنين الذين يسكنون بالقرب من محطة الطاقة النووية، في حال حدوث مثل هذه الانفجار عليهم مغادرة بيوتهم فورا، والمناطق التي تبعد عن محطة زابوريجيا قالت وزارة الدفاع الأوكرانية عليهم الاحتفاظ ببعض المستلزمات. المستوى التوتر مرتفع بشكل كبير في الأوساط الأوكرانية، خاصة أيضا بعد إطلاق إنذارات أو تحذيرات من مسؤولين أوكرانيين بأن روسيا سوف تقدم على هذا الانفجار. كانت أول هذه التحذيرات جاءت على لسان الرئيس فولاديمير زيلينسكي، وأيضا على لسان وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كليبا. أما فيما يخص الوضع الميداني خلال 24 ساعة الماضية، قال الجيش الأوكراني بأنه وقع 40 اشتباكا في الجبهة الشرقية، وتحديدا في محور مدينة باخمود وأفديفكا ومارينكا، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لمدينة ليمان. وقال الجيش الأوكراني بأن الجيش الروسي نفذ قرابة 47 هجمة صاروخية على محور الشرق، وأن الجانب الأوكراني قد نفذ ما يقارب من 13 غارة جوية. هذه الغارات استهدفت نقاط تمركز القوات الروسية شرقي البلاد. كذلك أيضا قائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي قال بأن بطء الهجوم المضاد جاء بسبب زرع روسيا كميات هائلة من الألغام في المناطق الجنوبية وأيضا المناطق الشرقية. وأضاف قائد القوات البرية بأن القوات الأوكرانية ربما سوف تحقق إنجازا ملموسا في جبهة باخمود، خاصة وأن الجانب الأوكراني بات يحرز تقدما في المناطق التي تقع شمال مدينة باخمود وأيضا جنوب مدينة باخمود. كذلك أيضا بسبب بطء الهجوم المضاد، قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية بأن الجانب الروسي زرع كميات من الألغام الهائلة، مما أدى ذلك إلى إعاقة تقدم القوات الأوكرانية، وهو أيضا ما نوه إليه الرئيس فولاديمير زيلينسكي بأن القوات الروسية زرعت قرابة 200,000 كيلومتر مربع من الألغام، مما أعاق تقدم القوات الأوكرانية في جنوب البلاد وشرقي البلاد. لكن نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أعلنت بأن القوات الأوكرانية باتت في هذه الأثناء تحكم السيطرة على قرابة 157 كيلومترا مربعا منذ بداية الهجوم المضاد، سواء في الجبهة الشرقية أو في الجبهة الجنوبية. ميشا، شكرا جزيلا لك، مراسلنا عامر العروقي من كييف.